أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على طريقة تشخيص واجهة LXDE. هذه الواجهة من أخف وأسرع الواجهات المتاحة على نظم لينكس والموجهة للمستخدمين العاديين. سنحاول الانطلاق من المظهر البدئي لهذه الواجهة الذي نراها الآن لنصل لمظهر أكثر جمال وأكثر تنظيم. في هذا التطبيق سنحاول الوصول لنتيجة على الشكل التالي. إذن هذه هي التخصيصات التي يمكن أن نصل لها في هذا التطبيق، لكن كما أشير دائما في دروس التخصيص الهدف يبقى هو إظهار الإمكانيات الموفرة من الواجهة لتشخيص مظهرها وتنظيمها. واجهة LXDE كما قلت من أخف وأسرع الواجهات، هي أخف وأسرع من واجهة XFCE وموجهة بالأساس للأجهزة القديمة جدا والضعيفة جدا جدا، حيث لو ألقينا نظرة على متطلبات تشخيص أو تشغيل هذه الواجهة سنجد أنه يمكن تشغيلها على بنتيوم 2 266 ميجا هرتز 192 ميجا بايت في الرام، في حين ينصح بحوالي 512 ميجا بايت و 600 ميجا هرتز في المعالج لتشتغل بسرعة. إمكانية التثبيت يمكنك أن تثبتها كواجهة بتثبيت حزمة LXDE بالنسبة للواجهات أو للتوزيعات الديبيانية. وضعت أمر التثبيت في الدرس الكتابي المرافق لهذا الدرس أو لهذا الفيديو. بالنسبة لمن يستخدم توزيعة أخرى أو توزيعة معتمدة على توزيعة أخرى غير ديبيان، فيمكنه البحث عن حزمة LXDE في مدير التطبيقات، أو يمكنك أن تتبنى توزيعة تعتمد على واجهة LXDE كواجهة افتراضية كتوزيعة لوبونتو التي هي توزيعة أوبونتو بواجهة LXDE افتراضية. إذن كان هذا فيما يخص التقديم الملخص أو الموجز لواجهة LXDE. قلت هي موجهة لمن له جهاز ضعيف، جهاز ذا موارد ضعيفة جدا، أو من يركز على السرعة في اختيار واجهته، هي واجهة سريعة جدا. بالنسبة لإمكانية التشخيص فسنعتمد على تشخيص السمات، الأيقونات، الخطوط والمظهر العام. طريقة تثبيت أو إضافة السمات، الأيقونات والخطوط هو مشابه لما رأينا في دورة جماليات لينكس، لذلك سأضع روابط لهذه الدورة في آخر الدرس الكتابي لتستعينوا بها. إذا نبدأ بالتشخيص ونبدأ بتشخيص السمات، الأيقونات والخطوط. لذلك سندخل إلى القائمة تفضيلات، وهنا في تخصيص المظهر والإحساس سنتمكن من تشخيص أولا سمة الأيقونات. سأختار أيقونة فاينس أزور في واجهة LXDE. يجب التطبيق لتفعيل التغيير. سأفتح مدير الملفات لنلاحظ هل يتم التغيير. إذا تم تغيير الأيقونات الآن لأيقونة فاينس أزور بالنسبة لسمة أو سمة النظام، فهي موجودة في لسان قطعة ترجمة خاطئة لثيمز. فسأختار سمة نومكس، أحد السمات التي أضفت مؤخرا. إذن هذه هي السمة وأضغط طبق. إذن الآن تم تطبيق السمة. ألاحظ أن هناك بالنسبة للعناصر المحددة هذا اللون، اللون البرتقالي بين البرتقالي والأحمر لا يتماشى مع المظهر العام للسمة التي أريد الوصول لها، يغلب عليها لون أزرق. لذلك سأستغل لسان اللون وخاصية استخدام مخطط ألوان مخصص، سأقوم بتفعيله وأخصص ألوان السمة يدويا. أنا سأخصص فقط العناصر المحددة عن طريق الضغط عليها، وهنا يمكنني أن أختار لون من دائرة الألوان، أو يمكنني إدخال رمز اللون أو الاستعانة بهذه الأيقونة لالتقاط اللون من أي مكان أريد. أنا سأقوم بالتقاط اللون من لون الأيقونات. أضغط نعم، طبق. فتأخذ الآن العناصر المحددة تأخذ اللون الذي اخترته. هذه هي الخاصية، أي خاصية استخدام مخطط ألوان مخصص، يمكنكم الاستعانة بها في حال وجدتم على الأنترنت سمة أعجبتكم لكن ليس لها ملف تحميل. فيمكن فقط باستخدام خاصية التقاط اللون أن تقوم بالتقاط لون النوافذ، النصوص، العناصر المحددة والتلميحات، سواء تعلق الأمر بالخلفية هذا الجزء أو المقدمة الجزء الآخر. بالنسبة لإمكانيات تشخيص الخطوط فطريقة تثبيت الخطوط مشابهة لما رأينا في دورة لينكس واللغة العربية. وهنا سأختار الخط الافتراضي، سأختار خط عربي يتماشى مع الواجهة العربية التي أستخدم. إذن سأختار هذا الخط. نلاحظ هنا أنه سيتم تغيير الخط للخط العربي بعد أن أضغط طبق.
لأن أصبح الآن الخط الافتراضي للنظام كاملا هو خط عربي. بالنسبة لجودة الخط أنصح بتفعيل في لسان الخط تمكين مضاد التعرجات والتلميحات، هنا اختيار كامل، وهنا أخضر أحمر أخضر أزرق لتكون جودة الخط أحسن. هناك إمكانية أيضا لتغيير سمة مؤشر الفأرة، بعض السمات موجودة، ولو قمت بتحميل سمات من الإنترنت تضغط على ثبت أو تثبيت وتختار المجلد أو الملف الذي قمت بتحميله. إذن هذا فيما يخص تشخيص سمة الأيقونة الخطوط. الآن يبقى لنا تشخيص الجزء العلوي للنوافذ. بوجهة LXDE تعتمد مدير الملفات OpenBox، لذلك سندخل على إعدادات مدير الملفات أو مدير الواجهات أو النوافذ OpenBox من القائمة تفضيلات، هنا OpenBox Configuration Manager، وهنا يمكنني في التيم أن أختار السمة التي أريد. سأختار سمة نومكس، أيضا السمة التي حين تثبت أحد السمات تأتي أيضا بسمة مدير النوافذ OpenBox. سأختار نومكس فتأخذ النافذة أو الجزء العلوي للنافذة يأخذ هذه السمة. يمكن الانتقال أيضا لأبيرنس، وهنا التحكم في العناصر التي تظهر أعلى النافذة، حيث هنا كل حرف من هذه الحروف يقابله جزء، مثلا N هو الأيقونة الخاصة بالتطبيق، نقوم بحذفه فيحذف التطبيق. وأنا أستعمل بكثرة D هو هذا الجزء، يمكن أن تضعه في المكان الذي تريد، فهو يمكن من جعل النافذة الحالية حين تقوم بتفعيلها تفعيل هذا الخيار تصبح ظاهرة في جميع مساحات العمل. لو قمت بإلغائها تصبح ظاهرة في مساحات العمل الحالية فقط. هنا لدينا إمكانية التحكم في خط العنوان، سواء تعلق الأمر بالنافذة المفعلة، النافذة غير المفعلة التي في الخلفية. إذن هذا بالنسبة لمدير أو إعدادات مدير OpenBox. فيمكن أيضا التحكم في ديسكتوب على مساحات العمل، لكن أنا أكتفي بهذا الجزء في بالنسبة لمدير أو بإعدادات OpenBox لأننا نركز على التشخيص. الآن سأمر لتشخيص الشريط السفلي. إمكانية التشخيص ممكنة لكل عنصر عن طريق الضغط اليمين عليه ويعطينا إعدادات ذاك العنصر، أو بالدخول إلى إعدادات الشريط، ومنها يمكن أن أتحكم في إعدادات الشريط وإعدادات جميع العناصر المكونة له. بالنسبة لإعدادات الشريط يمكنني أن أتحكم في موقع الشريط، هو في الأسفل، في الأعلى، في اليمين، في اليسار، وبالنسبة سأجعله في الأعلى. بالنسبة للمحاذاة فيظهر تأثيرها حين يكون عرض الشريط أصغر من 100%، قمت بتصغيره فهو الآن في المنتصف. لو قمت بجعل المحاذاة يسار فهو يأخذ جهات اليسار، يمين يأخذ جهات اليمين. أنا سأترك العرض 100%. بالنسبة للطول يمكن التحكم في طول الشريط، وهنا بالنسبة لحجم الأيقونات يمكن أيضا التحكم في حجم الأيقونات. بالنسبة للمظهر لدينا ثلاث إمكانيات: اختيار سمة النظام، أي نترك السمة المختارة تتحكم في لون الشريط، أو نختار لون مخصص. هنا يمكنني أن أتحكم أيضا في شفافية اللون، لو كان صفر سيكون الشريط شفاف. أنا سأترك سمة النظام. يمكن أيضا اختيار صورة، وبالنسبة للخط يمكن اختيار لون مخصص للعناصر الظاهرة في الشريط، هنا لون الأبيض، ويمكن أيضا التحكم في حجمه. نمر للعناصر، أو قبل العناصر بالنسبة لخيارات متقدمة، فبالأساس يمكن التركيز هنا على تفعيل الإخفاء التلقائي وتفعيل حفظ مساحة لا تغطيها النوافذ المكبرة حيث تصبح مساحة محجوزة للشريط. إذا نمر الآن بالنسبة لعناصر الشريط، يمكن أن نشخص العناصر من هنا، نضيف نحذف ونغير إعداداتها. بالنسبة للقائمة هي هذه القائمة، سأقوم بتشخيصها عن طريق الضغط على حرر، وهنا سيعطيني إمكانية اختيار أيقونة لهذه القائمة. سمات الأيقونات تكون متواجدة في مجلد الروت User Share Icons، وهنا تجد الأيقونات التي قمت بتثبيتها في حال ثبتها عن طريق مخزن، أو في مجلد المنزل مجلد Dot Icons ستجد فيه أيضا السمات، سمات الأيقونات في حال كنت قد أضفتها يدويا نسخ لصق. إذن مثلا سأدخل على Finds Places
سكيلبل لأن هذا المجلد به أيقونات قابلة للتمدد على حسب الحجم الذي تختاره في إعدادات الشريط. وهنا سأختار أيقونة ديبيان مثلا، فتأخذ أيقونة ديبيان. بالنسبة لشريط الاختصارات، نعم يمكن أن تحرره، أن تضيف له اختصارات لتطبيقات مفضلة لك. هنا تختار أي تطبيق من شريط التطبيقات، أضف فينضاف إلى هنا، أو يمكنك أن تقوم بحذف أي جزء، تغيير أماكنها أعلى أسفل بالنسبة لأي عنصر. إذا هذا بالنسبة لشريط اختصار التطبيقات، يمكنك أن تقوم بحذفه. بالنسبة هنا لدينا مسافة، سأقوم بتفعيل خيار التمديد بالنسبة للمسافة. لدي هنا شريط المهام، هو الذي يمكن من إظهار الأيقونات أو النوافذ المفعلة. الآن سأقوم بالدخول لإعداداته، أظهر فقط أنه يمكن إظهار أيقونات فقط، يمكن إظهار أيقونات أو تفعيل أزرار مسطحة لتأخذ الأيقونات مظهر شفاف. لاحظوا الفرق، مظهر شفاف، يمكن أيضا إظهار نوافذ جميع أسطح المكاتب. إذا أنا بالنسبة لي سأستعمل أحد أدوات الشريط السفلي مثل داكي أو بلانك، سنصل إليها. لذلك سأقوم بحذف هذا العنصر، عنصر الشريط أو عنصر شريط المهام، سأقوم بحذفه. لدي هنا ساعة فقط، الإعدادات التي أغير فيها هو جعل الخط عريض هنا ليكون هنا الساعة واضحة. لدي بعدها مسافة، سأقوم بتفعيل خيار التمديد لها لتكون الساعة في الوسط. إذن لدي مسافة ممددة، ساعة، مسافة ممددة، لدي متحكم مستوى الصوت، لدي مساحة التبليغ وشريط التنبيهات، لدي مبدل مساحات العمل، يمكن أن أقوم بتغييره إلى هنا أو جعله في آخر في أسفل. ولدي صغر جميع النوافذ، فمنه يمكن بالضغط تصغر جميع النوافذ بالضغط مرة أخرى، إعادة استرجاعها، لكن يجب أن تفعل هذا الخيار التبديل بين التقليص والرفع لتكون لك هذه الإمكانية، أي الضغط مرة أولى لتصغير جميع النوافذ، الضغط مرة ثانية لاسترجاع جميع النوافذ. سأقوم بإضافة إمكانية التغيير بين لغات الإدخال عن طريق إضافة Keyboard Layout Handler. إذا قمت بإضافة ذاك العنصر، سأقوم أولا برفعه إلى أعلى، سأقوم بالدخول إلى إعداداته، أضيف اللغة العربية، أضيف إمكانية التنقل بين اللغات عن طريق زر Alt زائد Shift، وهنا سأضيف أو سأظهر نص بدل علم اللغة، وأختار نص ذا حجم صغير، وأقوم بإغلاق نافذة التخصيص. إذا كانت هذه جميع العناصر التي أريد أن أشخصها في الجزء العلوي أو في الشريط العلوي، يمكنني أن أضيف شريط جديد وأضيف له العناصر التي أريد، لكن أنا كما قلت سأستعمل أحد أدوات الشريط السفلي. أقوم بحذف هذا الشريط، نعم. إذا أقوم بتصغير جميع النوافذ أولا، وسأغير أولا هنا، سأغير الخلفية، خلفية مناسبة، سأختار هذه الخلفية. هنا لدي هذا الخيار، لو قمت بإلغاء تفعيله سيكون لي إمكانية اختيار خلفية لكل مساحة عمل، أي لكل جهاز أو مكتب وهمي. كما تلاحظون لدي خلفيات مختلفة لكل لكل مكتب وهمي. هذا هو ما أغلب ما يوجد في إعدادات سطح المكتب. إذا كما قلت سأضيف شريط سفلي، سأضيف إما شريط داكي مثلا في ملحقات إضافة تثبيته مشابهة لما رأينا في دورة جمالية لينكس، إذا شريط داكي. لكن بالنسبة لواجهة LXDE بما أنها موجهة لأصحاب الأجهزة الضعيفة بالأساس، إذن هذا هو شريط داكي. بما قلت بما أنه موجهة لأصحاب الأجهزة الضعيفة بالأساس، فأنصح باستعمال شريط آخر يسمى بPlunk، إذا ملحقات Plunk. Plunk هو شريط من نفس فريق عمل مطوري شريط داكي، لكنه موجه بالأساس لاستعمال الخفيف، هو أسرع وأخف من داكي.
له إعدادات بسيطة، ليس له واجهة رسومية للتحكم في الإعدادات، يشخص عن طريق ملف نصي، لكنه يفي بالغرض وفي خاصية جميلة بالنسبة لي مثلا بالنسبة لمدير البريد الإلكتروني ثاندربيرد، يظهر عدد الرسائل غير المقروءة في الأيقونة هنا. إذا يمكن استعماله بدل داكي لمن له جهاز ضعيف. سأشغل أيضا أداة كانكي، الآن سأشغل أداة كانكي، والآن أكون انتهيت من التشخيص الذي كنت أريد الوصول له في النهاية. لكن أشير إلى أنه حين تقوم بتشغيل شريط داكي أو كانكي أو بلانك، ستواجهك رسالة خطأ تشير إلى أنه لا يمكن تشغيل التأثيرات. بالنسبة لشريط أو لأداة كانكي سيكون لها خلفية سوداء، سبب ذلك هو أنه يجب عليك إضافة حزمة خاصة بالتنظيم Compositor. ففي الدرس الكتابي ستجدون طريقة إضافة تلك الحزمة، هي حزمة هذه الحزمة، تقوم بتثبيتها، لدي هنا أمر خاص بالتوزيعات الديبيانية، تقوم بفتح مجلد التطبيقات أو تطبيقات بدء التشغيل، التطبيقات التي تبدأ مع تشغيل النظام، وتدخل بهذا الأمر، تقوم بفتحها، ستطالب بكلمة السر لأنه ملف خاص بالإدارة، وهنا تضيف هذا السطر ليتم تشغيل حزمة التنظيم أو خدمة التنظيم مع بدء تشغيل النظام. بذلك ستحل لك مشكلة شاشة سوداء بالنسبة لشريط لأداة كانكي، أو غياب تأثيرات بالنسبة لشريط داكي أو بلانك. شيء آخر أريد الإشارة له قبل الختام هو بالنسبة لمدير الملفات، مدير الملفات الخاص بواجهة LXDE هو بيسيمان FM فايل مانجر. فيمكن التحكم في إعداداته عن طريق الدخول إلى تحرير التفضيلات. بالنسبة أنا أشير فقط للإعدادات الخاصة بالمظهر، فتنتقل إلى Display، هنا تتحكم في حجم الأيقونات. مثلا حجم الأيقونات الخاصة بالشريط الجانبي هنا يمكن تكون بدئيا كبيرة نوعا ما، يمكن أن تجعلها صغيرة، فيعطي ذلك منظر جميل للمتصفح أو لمتصفح الملفات. هو متصفح سريع جدا جدا، لا أعرف إلى أين أدخل، لذلك إنه هو متصفح سريع جدا جدا كما تلاحظون، رغم أني الآن أقوم بالتسجيل. ما أعتقد كانت هذه هي جميع الأشياء التي كنت أريد الإشارة لها في هذا الدرس. أعيد نهاية أن واجهة LXDE موجهة بالأساس لمن له جهاز ضعيف، جهاز ذا مواصفات ضعيفة جدا، أو من يركز على مسألة السرعة في نظامه. طريقة التشخيص تعرفنا عليها في هذا الدرس، ورأينا أنه يمكن الوصول لمظهر جميل لهذه الواجهة رغم أنها موجهة لأجهزة ضعيفة جدا. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.